صادي خير، شبيك؟ ركبتي كلش بتأذية. بس شنو العلاج؟ حل شباب، هاي نصيحة لكل الخلفات، كمساعدة للعمال ومساعدة لنفسك أول شيء، لا أظل أعتمد بس قاعد وأطبق. مثلا أروح أتجه أنشر، ها؟ لعسوكم هاي الطريقة إن شاء الله تكون دالة جاكم موقف. شباب ما اريد اطول عليكم، انت عليك اعضاء جسمك للتعب، لا مفاصلك ولا ظهرك، مره اقعد اقنبص ومره ادنج بهالطريقه ومره اخذ من العمال كمساعده، بس انت عم ترتاح ليس الصابونه ما تتعور ابد ولا ظهري يتعور. اعطي شويه لنفسك راحه، اما تتحرك او ما تروح، كل ساعة كل ساعة ونص شوية تتحرك عمود ركبك يتعب. تحياتي.